السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. مطالبة نيابية لمنح طلبة الجامعات دورا ثالثا. طالب عضو مجلس النواب علي الحميداوي الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنح طلبة الجامعات دورا ثالثا. وقال الحميداوي إنه لا يخفى على الجميع الأوضاع المضطربة التي عاشتها بغداد وعدد من المحافظات الوسط والجنوب، والتي سببت تعطيلا عاما في مفاصل مهمة من حياة العراقيين نتيجة الاحتجاجات وما رافقها من قطوعات للشوارع والمدن، مما أثر سلبا على الوضع الدراسي العام لهذه السنة، وخصوصا طلبة الجامعات بمختلف مراحلهم، وتسبب أيضا بعرقلة وصول الكثير منهم لتأدية الامتحانات وأضطرهم إلى تأجيلها مكرهين. وأضاف أن كل هذه الأسباب كفيلة بأن ننظر بعين الرحمة والمسؤولية تجاههم كونهم قادة المستقبل وشريحة الحياة المعهودة. من هنا نطالب نحن نواب الشعب عن بغداد من الحكومة العراقية متمثلة بوزارة التعليم العالي بإصدار قرار سريع وفوري بالسماح للطلبة بتأدية الدور الثالث كي نساهم برفع الحيف ولو بشيء بسيط عن كاهلهم الذي أرهقته عثرات السياسة وتأثيرها على الشارع الملتهب. ودعا الحميداوي أعضاء مجلس النواب للوقوف جدية مع هذا المطلب عبر رئاسة المجلس الموقرة واللجان المختصة لأنصاف شريحة واسعة من طلبتنا الأعزاء.